ايه ده؟ ببعت رسالة لأم عماد يا اخويا. أم عماد ولا أم وفاء؟ أنا عارفة بقى يا صفوة، اتلخبطتني يا اخويا، خضتني. أموت وأشوفك، أموت وأشوفك، أموت وأشوفك وأشوفك. أنا ببعت رسالة لأم عماد بقولها مين الراجل اللي أنت بعتها له الرسالة ده؟ راجل مين يا صفوة؟ طيب. مفيش حاجة راجل. إيه بقول لك، أم عماد بعت لها رسالة فيها طيب انت متبحت هنا دلوقتي اهو. بقول لك مين اللي انت بعت له الرساله؟ مفيش يا صفوت رساله، دي ام عماد انا بعت لها. مين اللي انت بعت له الرساله دي؟ مين؟ والخدمه الشريفه وحياه ربنا انا ماليش دعوه، هم اللي متبقين يا صفوت. مين هم؟ مين هم؟ مين؟ العيال بتوع محل الموبايل، هم متبقين ناس كتير قوي في الحتة، مش هنا بس، ستات كتير بيلزقوا لهم صور فوتوشوب يعني، وكانوا عايزين يروح لهم بس انا والخدمة الشريفة ما روحت لهم. ايه دخلك بيهم؟ ايه دخلك بيهم انت؟ انا روحت لهم عشان احط النت على عدة جديدة، ومن ساعتها يا اخويا هم مش سايبيني في حالي. انا ماليش ذنب، ماليش ذنب يا صفوة. مين فيهم بقى اللي مش مخليك على بعضك؟ ما اعرفش يا اخويا، وحياة ربنا ما اعرفهم من بعض، ما اعرفهمش، ما اعرفهمش. مين فيهم؟ مين فيهم؟ انا اعرفهم كويس. مين؟ وحياة بنتي ما اعرفهم، ما اعرفش هم مين. كلميه، كلميه، كلميه. اكلم مين؟ ليه؟ ليه؟ انت مال اهلك انت؟ تتنفذي اللي بقولك عليه، صرمة قديمة في بوقك. كلميه قولي له عايز اشوفك دلوقتي حالا. افتحي لي السماعة دي. يلا. حاضر حاضر. يا اهلا بالمهلبيه، والله جيتي في وقتك يا ام عبير. انا في المحل. ايه ده، مالك مش على بعضك ليه؟ ماشي مستنيك، انت عارفه الطريق طبعا. ماشي، يبقى اقفلي باب المحل معاكي من جوه. احلى مسا. استاذ حازم ان مفيش عندنا حد بيتعمد يخفي اسراره، يعني مش عايز اقول ان كل بني ادم عنده شخصيتين، دكتور جيكل ومستر هايد، يعني شخصيه بيواجه الناس والعالم وشخصيه بينه وبين نفسه. طبعا حضرتك عارف ان اللابتوب والسمارت فونز والتابلتس هي اصبحت من وجهه نظر ناس كتير هي المخزن اللي بنستأمنه على اسرارنا، ومش بالضروره ان الكلام ده يبقى صحيح. طيب معنى كده يا باشمهندس، بما ان حضرتك متخصص في المجال ده، ان الاجهزه اللي معانا دي كلها اجهزه مش امنه؟ لا، هو الموضوع مش بالظبط كده، بس هو مهم جدا ان المستخدم. الو يكون... استاذه طه مساء الخير، خليكي معانا عشان هتعملي مداخله مع استاذ حازم دلوقتي. وطي التلفزيون وخليكي على الخط وما تقفليش. شكرا. واحنا عندنا النهارده حاله شبه اللي حضرتك بتتكلم فيه بالظبط. في بوست جريء انتشر مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا، في بنت بتعترف بشجاعه، وبصراحه شجاعه يعني تحسد عليها جدا، ان هي تصور لها فيديو. بس الفيديو ده ما كانش فيديو عادي، ده كان فيديو جنسي اتصور غصب عنها. الفيديو اتسرب عن طريق الموبايل بشكل ما، وفي ناس دلوقتي بتتزها عن طريق الفيديو ده. طبعا البوست اثار الكثير من الجدل. حاولنا نتواصل معاها عن طريق فريق الاعداد، بس هي رافضه تماما انها تظهر في التلفزيون حتى لو مش هنبين وشها. وطبعا عشان الستر على الولاينه مش هقول اسمها.
بالرغم ان هي نزلت البوست عادي باسمها عادي جدا على الفيسبوك. استاذه تقى معانا على التليفون يا استاذ حازم. مساء الخير. مساء النور. ممكن تحكي لنا بقى ازاي فيديو شخص زي دوت بقى مع ناس وبيهددوكي بيه؟ حضرتك انا الفيديو ده كان على تليفون الشخص اللي انا كنت مرتبطه بيه. انا ما كنتش عارف حاجه عن التصوير. وبعدين تقريبا الشخص ده باع الموبايل لمحل وهم قدروا يوصلوا للحاجات اللي عليه. طب وازاي حد ممكن يبيع موبايل عليه حاجه شخصيه بالشكل ده؟ عفوا اسف المقاطعه يا جماعه، بس هو مش بالضروره يا استاذ حازم ان هو يكون باع الموبايل والداتا موجوده عليه، لان دلوقتي في برامج كتير تقدر تسترجع منها اي داتا موجوده على اي جهاز، سواء كان موبايل لابتوب او ما شابه يعني. حتى لو المستخدم مسح الداتا دي قبل ما يبيع الجهاز، طالما ان هو ما نزلش داتا جديد. ازاي بنت بقى صغيره نسبيا زيك وفي مجتمع شرقي متحفظ زي مجتمعنا كده تنشر ادق اسرارها على الفيسبوك؟ يعني اللي كنت افهمه مثلا لو كان الفيديو انتشر وانت طلعت اعتذرت لاهلك وللمجتمع على الغلطه الكبيره قوي اللي انت ارتكبتيها دي، ده كنت تفضحي نفسك بنفسك على حاجه لسه الناس ما عرفتهاش اصلا؟ ده اللي انا مش قادر افهمه الحقيقه. حضرتك انا ما اتصلتش عشان تقول لي ان انا غلطان، انا قلت للناس كلها على الفيسبوك ان انا غلطت، لكن اللي حضرتك بتعمله دلوقتي هو انك بتمسك في غلطتي وبتبرر تصرفات الناس اللي كانت بتهددني. واللي حضرتك بتعمله ده يا بيخلي اللي بيغلط يتمادى في غلطه ويكمل فيه استاذ حازم نقطع الخط، بيخلي البني ادم يعيش عينه مكسوره طول عمره، ده لو عرف يعيش اصلا. وانا اسفه ان انا اتكلمت في البرنامج ده اصلا. طب متشكر يا استاذه تقى، انا مقدر طبعا الحاله النفسيه اللي هي فيها، بس والله يا جماعه ما خلتهاش تتكلم الا عشان تنصح البنات اللي في سنها عشان ما يقعوش في نفس الغلط. بس هو الغلط الكبير مش في الفيديو، الغلط الاكبر انها سمحت الفيديو من النوعيه دي انه تصور لها اصلا. طيب احنا معلش فاصل ونشوفكم بعد شويه. أستاذ وائل، أنا طلبت منك قبل كده بوضوح ما تكلمنيش تاني. هند أنا مش عايز منك حاجة غير إننا نتكلم، أنا برتاح في الكلام. بقول لك إيه، أنا ست متجوزة واللي أنت بتعمله ده أنا ما ينفعش أبقى طرف فيه. حبايبي ازيك حبيبي، وحشتوني وحشتوني. وانت كمان وحشتينا يا مامي. مامي انت ليه قاعده هنا سايبانا؟ حبايبي يا حبايبي تعالوا حبيبي قلبي، يلا مسلم على خالي. هند والله العظيم والله ازاي نلحق؟ استاذ حازم معانا تليفون بيقول ان معاه مشكله اهم من الحاله اللي عرضناها. معانا مداخله هاخد رد حضرتك بعد المداخله دي. حد بيقول ان هو عنده مشكله اعقد بكتير من الحاله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي. مساء الخير اتفضل. الو مساء الخير يا استاذ حازم، ازي حضرتك؟ انا سمير اللي كنت بشتغل سواق عند واحد صاحب حضرتك. انت تعرفني كويس. اهلا اهلا يا سمير، اهو ده يا جماعه حد اعرفه بجد وبالنسبه لي شخص عادي جدا، عمري ما تخيلت ان هو عنده مشكله من النوعيه دي خالص يعني. بس اتفضل يا سمير قول مشكلتك ايه. انا في الاول بس بحب اشكر حضرتك على المداخله، وبتمنى كل الناس اللي بيتفرجوا علينا ان هم يعرفوك اكتر. وليه بس تعليق صغير على المشكله اللي البنت اللي كانت بتتكلم من شويه وحضرتك غلطت فيها.
كنت بس عايز اقول لحضرتك ان البنت دي اشرف منك ومن كل اللي تعرفهم، اشرف منك يا مستر حازم ومن كل اصحابك. انت اساسا بني ادم كذاب وواطي وقذر وبتضحك على الناس وبتتاجر بيهم. انا بس هقول لك كلمه، انا عارف انك هتقفلوا عليا، بس هقول لك استاذ حازم اطلع فاصل حالا. استاذ حازم. طيب يا جماعه احنا هنطلع فاصل وهنشوفكم بعد شويه. طيب ايه يا وليه في ايه؟ الحق صاحبك يا سوني. صاحب مين؟ تريكا. صفوت قفشني وخلاني اكلمه واقول له استناني عندي السيما وهو راح له. ما اعرفش هيعمل فيه ايه. Thank you.
لسه في الميت. في لحظة حسن. أنا هظبطها بكرة. أنا آسف على التأخير. القرار دي تتنفذ من النهاردة. شكرا. الحمد لله على السلامة مستر كامل. ازيك يا أكرم؟ أنت فين؟ أنا آسف بس كنت بخلص مشوار ليا. أنا هقعد على البيت قبل ما أسافر. هحصل حضرتك. أشوفك في البيت. مع السلامة. مريان تعال. كامل أمر بتحويل 200,000 دولار لحسابك في البنك. مين اللي جه؟ مستر حسين. مريم أنا ما قصرتش في حاجة، صح؟ حضرتك هتفضل أصغر واحد ماسك البوزيشن ده. قصدك إني ما كنتش قده؟ بالعكس. محتاج مني حاجة؟ عن إذنك. احنا هنسافر لندن قد ايه؟ ما تخافيش يا حبيبتي، كل الحاجات بتاعتك هتوصل لغايه عندك في لندن. اوكي. ها كله جاهز؟ يا بابي بس انا مش قادره اعمل كده يا بابي، حاسه ان في حاجه ناقصه. ممكن بليز انت تاخد نادين وتالا وتسافروا وانا هحصلكوا كمان يومين؟ تاني يا ليلى، احنا مش اتفقنا على كل حاجه خلاص؟ معقوله بعد كل اللي قلته ده لسه مش مقتنعه؟ بابي انا لو سافرت معاكوا دلوقتي I will never be able to move on. طول الوقت احس ان في حاجه جوايا خانقاني. اي حاجه عايز تعمليها هنا ممكن تعمليها في لندن واكتر. شخص زي ده ما يستاهلش حتى انه يتعاتب. انت يا حبيبتي ممكن تشوفي مع اريكا لو لوكا جاهزه؟ لا بس انا عايزه تليفوني اكلم بابي قبل ما امشي. حاضر يا حبيبتي خليكي تكلمي بابي من العربيه بس هو مشغول دلوقتي. يلا شوفي لوكا. ليلى انا ما اقدرش اقول لك تيجي معانا ولا ما تجيش، بس انا حاسه ان انت محتاجه تاخدي وقتك وتبعدي فتره تفكري اذا كنت تقدري تعملي حاجه كبيره زي دي في اكرم ولا لا. أكرم غلطان بس أنا ما بقتش محتاجة وقت مع أكرم. أكرم بالنسبة لي انتهى. أنت فاهمة يعني إيه؟ أنا دلوقتي لو سافرت أي حاجة هتحصل عمرها ما هتبقى كفاية. أنا مش همشي غير لما أقعد معاه وأتكلم معاه وعينيا تبقى في عينيه. بابي أكرم كان واحد مننا، على الأقل لو هيخرج من حياتنا ما يخرجش بالطريقة دي، ولو في مشاكل ما بينه هو ونيلة تبقى بتاعتهم هم. أكرم لازم يحمد ربنا إن إحنا عملناه واحد مننا زي ما أنت قلتي، وانا لغايه دلوقتي ما عملتش فيه اللي المفروض اعمله. وهنعرف نخرج بتالا من المطار من غير اذنه؟ تالا هتخرج من المطار معايا وده كفايه، انا عارف كويس قوي انا بعمل ايه. نايله حبيبتي عايزك تمشي معايا دلوقتي بس مش عايز اضغط عليكي اكتر من كده. بابي بليز خليني اتصرف في الموضوع ده لاخر مره لوحدي بليز. مش عايزه ابتدي حاجه جديده وانا حاسه ان انا كان في حاجه لازم اعملها وما عملتهاش. Thank you.
الو، هو ده القرار اللي انت خلته خلاص؟ مش فاهم هنا الى قرار ايه. انك تفضل هربان عند مامتك؟ نايلة، انا فاكر اخر حاجه انت اللي طلبت مني ان امشي. اكرم تعالى البيت دلوقتي حالا، عايز اتكلم معاك. هو ما تقلقش، محدش هنا، بيت فاضي مستنيك. عامل ايه؟ الحمد لله. شد حيلك. عامل ايه يا سوني؟ تريكا فين؟ تريكا كويس الحمد لله. الحمد لله. وانت فيك حاجة طيب؟ احنا تمام الحمد لله، مفيش حاجة. كنت لسه بره مع الدكاترة دلوقتي واتطمنت منهم الحمد لله. مسألة وقت بس وهتبقى كويس. الحمد لله. مين اللي حرق السينما والمحل يا سنة؟ مفيش فايدة فيك يا سمير. أنت تاني. أنت كنت عارف إن في مصيبة هتحصل وجريت عشان تلحق تريكة، مش كده؟ انا عارف. طب انا اعمل ايه بقى دلوقتي يا صاحبي؟ اتخانق معاك ولا ابوس على دماغك؟ اتف عليك ولا انزل احب على رجليك ابوس؟ اعمل معاك ايه يا سوني دلوقتي؟ مش عارف سمير. انا قلتها لك قبل كده كتير وهفضل اقولها لك، انا ما اعرف ليش اخوات غيركم. الدكاترة طمنوني يا سوني، قالوا بس هنحتاج نعمل عملية تجميل كده وإن شاء الله مسألة وقت وهترجع زي الأول بإذن الله. عملية تجميل؟ طب مصلحة، مصلحة. أنا أصلي كنت بفكر أنفخ شفايفي من زمان. لا أنت كده حلو والله. عارف يا سمير، أنا لو هعمل عملية تجميل عشان أتحول لبني آدم تاني هعملها عشان خاطر أبقى مين؟ مين؟ أنت. أيوه. هتقول عليا بغير منك؟ هقول لك أيوه بغير، بس بحب. انت طول عمرك يا سمير، طول عمرك سبقني بخطوة ومش خطوة كمان والاتنين تلاتة. حتى زمان واحنا عيال صغيرة في المدرسة
بنت عجباني واقدر اركز معاها يومين ثلاثه، هبص الاقيها ما بتشيلش عينها من عليك، وانت ما بتعملش اي حاجه خالص، وانا اقعد اتشقلب بقى ليل نهار عشان تبص لي البت دي، الاقيها برضو بتركز عينيها عليك. تفتكر ليه يا سمير دايما كان بيحصل كده بيني وبينك؟ ليه؟ معرفش يا سن، معرفش لو ده كان بيحصل اصلا ولا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده سمير، داري وشك كنا داري وشك لو سمحت. أقول لك على حاجة سمرة، داري وشك واسمعني. أنا من الأول من أول ما جيت هنا لحد دلوقتي عمال أفكر أكلم مين أطمنه عليا، مش لاقي حد أكلمه. والراحة والراحة والراحة، أكلم مين يا سمير؟ ها؟ أكلم مين؟ أيوة، أكلم خالي. خالي أنا صحيح ما أعرفش عنه حاجة من زمان، بس الاسم خالي. اديني موبايلك يا سمير والنبي. بسرعة بقى وداري وشك. طيب داري وشك. الناس هنا يا أخي في المستشفى ناس حسيسة قوي، شايلين كل المرايات اللي في الأوض اللي بيعالجوا فيها المحروقين. ربنا خلينا الموبايلات السمارت فون ام كاميرا امان. امسك شوية وقت يا سوني، والله هتبقى زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله شوية وقت بس، والله مفيش حاجة. كل على الله. ما تطمنا يا دكتور. طب الدكتور طمنه يا دكتور. اهو شفت، قال لك اهو مفيش حاجه. الحمد لله الحمد لله. بس قول الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. بس الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايه اللي كان ناقصك فيا يا اكرم؟ اللي كان ناقصك ده لقيته معاها؟ ماله؟ انت خنتيني؟ انا ما طلبتش منك حاجه كبيره يا اكرم. كل اللي طلبته منك انك لو لقيت نفسك في حد تاني تيجي تقول لي. بس انت علشان بني ادم اناني وجبان عرفتش تيجي تقول لي. وانت لقيت نفسك مع حد تاني؟ جاوبيني، انت خنتيني؟ طب لو قلت لك ايوه
هترتاح؟ تحب ايه؟ ان انا وانت نطلع متساويين وخلنا بعض؟ ولا تفضل انت الزوج الحقير اللي خان مراته وجرحها؟ امشي يا اكرم، ارجع لها. اللي حصل ده ما كانش ذنبي انا لوحدي، انت السبب في كل اللي حصل. انا لو قلت لك تروح تتجوز عليا؟ انا فضلت متمسك بيكي لاخر لحظه، وانت فضلت تزقيني وتبعديني عشان اوهام في دماغك. كان المفروض انا اعمل ايه وانا حاسه ان مشاعرك ليا قاعده بتقل؟ ما اتكلمتيش معايا ليه؟ اتكلمت معاك مليون مره، بس انت دايما مقتنع ان احنا ما عندناش اي مشاكل. اتكلمت امتى؟ فكريني، اتكلمت امتى؟ قلت ايه؟ عارفه ايه مشكلتنا يا نيلة؟ مشكلتنا ان احنا اتنين بنتكسف نتكلم مع بعض. علاقه بين اتنين بيحسسوا على بعض مش بيحسوا ببعض. انت عمرك ما حسيتي بيا، عمرك ما عرفتي ايه اللي ناقصني، دلوقتي جايه تساليني ايه اللي ناقصك. دلوقتي جايه تساليني انا ناقصني حاجات كتيره، حاجات كتيره كانت ناقصاني، ناقصني احس انك مبسوطه، بس ما كنتش بقول عشان الحاجات لما تتطلب بتفقد قيمتها. برافو عليك انك قلتها. انا كمان كان ناقصني حاجات كتيره، بس انت عارف انت ما حسيتش بيها ليه؟ لانك انت بني ادم اناني وما بتعرفش تحس خير بنفسك. انا عارف ان انا غلطت في حقك، عشان كده انا برجوكي ما تدمريش كل حاجه، وبرجوك تجاوبيني على سؤال واحد بس. في راجل تاني غيري لمسك ولا لا؟ عارفه لو لا انا هركع تحت رجليك دلوقتي عشان تسامحيني. طب ولو قلت لك ايوه، وانا اللي ركعت تحت رجليك وقلت لك سامحني، هتسامحني؟ بطل تسال اسئله ملهاش اي لازمه يا اكرم. انا هطلق عبله وخليها تنزل في بطنها، بس ندي بعضنا فرصه تانية. كويس انك اعترفت انها حامل، بس انت سامع نفسك؟ سامع انت وصلت لايه؟ انت مستعد تجرح اي حد علشان توصل الحاجه اللي انت عايزها؟ انت عملت فيها ايه؟ انت وصلتني دلوقتي ان انا ادافع عن اكتر واحده بكرهها في حياتي. الحكاية خلصت خلاص يا أكرم، تقلى دلوقتي في طريقها لندن وأنا هروح وراها. يعني إيه؟ أنتوا عايزين تاخدوا بنتي مني؟ شيل إيدك من عليا. أنت فاكرة إنك تقدري تحرميني من بنتي؟ أنا مش بستأذنك، أنا بقول لك اللي أنا عملته بسبب اللي أنت عملته. هتعمل إيه يا أكرم؟ أنا ما أقدرش أعيش من غير تالا ومن غيرك. أنا بحبك نايلة، خلاص أنا مسامح، أنا هسامحك على أي حاجة، بس أرجوكي ما تحرمينيش منك ومن تالا، أنا ماليش غيركم. ما بقاش ينفع، خلاص أنا كل اللي بقيت أحسه ناحيتك هو إن أنا قرفانة منك وإن أنا بحتقرك. كل اللي أنا محتاجاه دلوقتي حالاً اني ما اشوفش وشك ده تاني، ولا عمري اسمع صوتك. انا بقيت اكرهك على قد ما انت بقيت مخليني اكره ابص لنفسي في المرايه علشان ما اشوفش ست ما فيهاش اي حاجه تتحب. لا نيلة، نيلة خلينا اكرم، من فضلك امشي دلوقتي، ما تخلينيش كمان اكره كل اللحظات دي معاك.
ازيك قبل؟ الحمد لله. ممكن ادخل؟ اتفضل. اقعد فين؟ اتفضل. صحتك عاملة ايه مع الحمل؟ خير الحمد لله. الحمد لله. عاملة انا غلطت معاك كتير. وانت ما تستعينيش مني كده. والبيت التاني اخباره ايه يا سي الاستاذ؟ مش الحمد لله وكل حاجه عال؟ مفيش بيت تاني. انا طلقت مالي. لو جاي طالب السماح مسامحين وراضين باللي ربنا قسمه لنا، بس انا ليا عندك طلب امانه ما تردني بيه. أمريني. طلقني يا أستاذ أكرم. أنا مش عايز أطلق. معلش، ما هو الطلاق مش بخاطرك لوحدك. يا هبلة. أهلا يا عم جمال، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. نتغدى أهو. وقلنا نتغدى سوا بقى عند عم جمال. اهلا وسهلا استاذ اكرم. لا لا ولا سهلا يا عم جمال. هو الراجل ده ضايقك في حاجه عبله؟ لا مفيش حاجه يا معلم ضاحي. ده الاستاذ كان جاي في خير بس مفيش نصيب بقى. وكان نازل قبل ما انتوا تطلعوا على طول. ثانيه واحده يا استاذ اكرم. معلش لا مؤاخذه، يعني كنت عايزه اتكلم معاك كده كلمتين لوحدنا. الأمانة دي أنت نسيتها ديك النهار. ده حقك يا عبلة. حقي ونصيبي اللي أخدته من زمان. ارمي يمين الطلاق يا أكرم. عبلة أنا بحبك. طلقني. أوكل حد بدالك يطلقني. قبل ان تتطلق. الحمد لله على السلامة حبيبي. ازيك يا ماما؟ الحمد لله حبيبي. انا حطيت الاكل على السفره، يلا غير هدومك واغسل ايدك وتعالى. حاضر، اغسل ايدي.
تفاصيل ايه دي؟ انا وصلت اني بقيت رئيس تنفيذي للمجموعه. تمام؟ بابا احنا رايحين فين؟ رايحين عند طنط شوشو. يا بابا انت ما قلتليش كده، انا مش بحب طنط شوشو، مش عايز اروح عنده. على فكره ما بحبش الزن برضو. هما ساعتين بكتير، عندي ميعاد شغل اخلصه وارجع لك على طول. اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا. طب بصي لي. اتفقنا؟ اضحكي. اضحكي. ايدك. استاذ تامر خلصنا التاج. اوكي ماشي. كاميرا. اوكي يا برافو. برافو. نور عملت ايه؟ الحمد لله قالوا لي ان انا كويسه. طب الحمد لله. خلصتي؟ خلصت ايه يا بابا؟ احنا خدنا لقطه واحده بس. كل ده لقطه واحده؟ ماشي. ايوه. طب كل حاجه جت؟ تعالى تعالى صورني معاك. طيب استنى. لو سمحت يا استاذ حضرتك لو سمحت. ممكن اصوره مع حضرتك؟ اه طبعا فرصه سعيده. ربنا يخليك شكرا. ده انا اللي عايز اصور معاه. شكرا قوي ربنا يخليك. ربنا يخليك شكرا. باي. بص الله وريني كده وريني دي حلوه قوي. حلوه صح؟ ايوه قوي. ايوه وحشتيني. وحشتيني. بقول لك ايه، معانا شهر بحال. اي حاجه نفسك تعمليها هعملها لك. اي حته في مصر وحشاكي هنروحها، وممكن نعمل بارتيز ونجيب كل اصحابك اللي وحشينك. ايه رايك؟ انت اكتر واحد وحشني، انا عايز افضل معاك اكتر. انا فاهم. ايه ده؟ ظبطت؟ طيب نقعد نجيب ميه كمان شويه. نسيني نكلم ماما نطمنها. الو هاي مامي. انا وصلت خلاص ومع بابي دلوقتي. مامي عايزه تكلمك. الو ازيك يا نايله؟ احنا لسه خارجين من المطار من شويه. لا 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 ما تقلقيش، قبل ما تبدا المدرسه هتكون رجعت لندن. اوكي باي. هنشوف بيت بابي الجديد، هنشوف هيعجبك ولا لا. انت وحشتني قوي يا بابي. انت كمان يا روحي وحشتيني. وحشتيني قوي. وإن قسمت القرآن أعيش متايا فشوقي لها بين المحبين شائع يقول نساء جبتك اكتر مكان بحبه وبرتاح فيه كده. بقى انا ليه عندك زياره البفوايات زي ما قلتيلي؟ انت لسه فاكر؟ انت عارف ان انا اول مره حسيت ان ممكن يكون في حاجه ما بيننا لما قعدنا مع بعض وحكيت لك الحكايه دي. ومين قال لك ان في اي حاجه بيننا؟ انت غلس قوي يا سمير. الله يحفظك.